انك هتبتكر او هتوصل لهدفك ده مش من العدم، لا انت قعدت تخطط وقعدت تتعب على اللحظة دي، قعدت ان انت تسيب حاجات مهمة في حياتك او تتنازل عن حاجات مهمة في حياتك في مقابل ان انت توصل للهدف اللي انت عايزه ده. اوكي، فانت الحاجات اللي انت هتوصل لها دي ما كانتش كده، ما كانتش من العدم. لا، شايفة ان انت وقت ما هتوصل للهدف بتاعك ده هتحس ان انت في لحظة انتصار، ان انت ما ضيعتش عمرك هدر، ما ضيعتش وقتك هدر، ما ضيعتش وقتك ده على الفاضي. لا، انت هتحقق هدف مهم جدا في حياتك. ايه بقى الهدف ده؟ في العمل، الهدف ده في علاقة، الهدف ده في حياتك عامة، ايا كان ايه الهدف اللي انت بتفكر فيه دلوقتي، يعني انت اللي انت شغال عليه بقالك فترة ده اكيد انت بتفكر فيه ليل ونهار، فاللي انت بتفكر فيه دلوقتي هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. نوصل بقى للطاقة العامة وتقسيمتها بحسب قناة فيبوتارت، ونشوف مع بعض اول طاقة معانا هي طاقة العمل. طاقة العمل بتقول اوكي، حول طاقة المعرفة دي لطاقة حكمة. يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي انت عارفها او الحاجات اللي انت متعود عليها تعملها في الشغل دي كانت زي كده ايه، الخبرات اللي انت اكتسبتها في الشغل دي هتخليك حكيم كفاية ان انت لما تتحط في اي موقف في العمل الفترة اللي جاية تعرف تتصرف على اساسه، او هتعرف تتصرف بحكمة، او في موقف هيحتاج منك حكمة في التصرف، في الردود، فأيا كان ايه الحاجة اللي انت هتتحط فيها او الموقف اللي انت هتحط فيه. ماديا الفترة دي ستيبل، مفيش مشاكل، يعني مش هيبقى في مشاكل مادية الفترة اللي جاية. شايفة ان في ناس فيكو هتترقى، وفي ناس فيكو كمان في حد فيكو ثواني كده، انتوا لو في حد فيكو صاحب شغل، اوكي، الشخص ده او انت يعني كان في حاجة بقالها فترة متعباك، او بتحاول، او في شخص كان تعبك في الشغل، الشخص ده كان كل ما يشتغل مثلا، يعني انت قدامك مشروع عايز تخلصه في وقت معين، الشخص ده على طول بيشتغل بتخاذل كده ببطء خلاص، شايف ان الشخص ده مش هيبقى موجود الفترة اللي جاية معاك في الشغل. فانت لو صاحب عمل انا شايفه ان الشخص ده هيسيب الشغل ويمشي، مش انت، هو اللي هيمشي، الشخص اللي مبهدل لك الشغل كده. شوف، في ناس بتراقب شغلك، بتراقب انت بتعمل ايه، بتراقب فلوسك، بتسالك انت بتقبض كام، بتعمل ايه كل يوم في الشغل. ما اعرفش، شايفه ان في حد مركز مع شغلك قوي، وفي ناس جوه شغلك اصلا بتخرب في الشغل، بس انا شايفاه ان انت ماديا يعني فلوسك على قد مصروفك، فمش هتفرق كتير الناس دي بتعمل ايه معاك، بس انا شايفة ان في لحظة حقيقة هتحصل، او في حاجة هتتكشف في الشغل فمحتاجة منك فعلا حكمة، او في موقف هيتحط او انت هتتحط فيه ومحتاج حكمة في التصرف، فما تغلطش نفسك وما تحطش نفسك في موقف الغلطان لو انت مش غلطان. فمين يعني، احنا ساعات ممكن نقول كلام او احنا بنبرر لنفسنا فالناس تفتكر ان احنا اللي غلطانين عشان كده بنبرر، فخليك حكيم في اللي انت بتقوله الفترة اللي جاية، او ياريت لو كلامك يبقى قليل مع الناس اللي حواليك الفترة اللي جاية دي. اوكي، عشان في حد بيحاول يبوظ الشغل عندك، هو هيمشي كمان شوية، بس يعني هو مش ناوي يمشي كده بسلام، يعني ناوي يخربها قبل ما يمشي يعني، فحاول تبعد عنه وتبعد تأثر الشر يعني. نوصل لطاقة الدراسة بحسب قناة فيفو تايرو. طاقة الدراسة بتقول ان في معلومات هتوصل لكم الفترة اللي جاية، او في مواعيد هتوصل لكم الفترة اللي جاية، ممكن في ناس مش عارفة لسه مواعيد امتحاناتها امتى هتيجي، او الجدول بتاع الامتحانات خلاص تقريبا نزل. شايفة ان في ناس بتذاكر من نار، فانا شايفة ان المذاكرة بتاعتكو محتاجة بس ان انتو اللي بيعمل فيكو ابحاث يسيفها صح، ماشي، خلي بالكم انتوا بتسيفوا الحاجة، خلي بالكم انتوا شغالين على الانترنت. على فكرة حوار الانترنت ده طلع لي في كذا برج، فخلي بالكم بقى شكل في حاجة في النت الفترة اللي جاية، او يعني حاولوا تتابعوا فاتورة النت، حاولوا تتابعوا كابل النت، الراوتر، الاجهزة اللي بترفعوا من عليها الابحاث،
او تابعوا على طول الموقع اللي بينزل مواعيد الامتحانات او الموقع بتاعكو بتاع الدراسة عامة. حاسة ان في حاجة في الاتصالات الفترة اللي جاية. تمام، نوصل بقى لطاقة البيت والأصدقاء بحسب قناة فيفو تاروت، هي الدايرة المقربة منك يا برج الجوزاء. ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية؟ خلي بالك من ايه؟ خلي بالك ان انت على حافة، شايفين؟ حافة جرف كده، يعني في حاجة، في موقف انت واقف على حافته كده، فانت لو معرفتش تتصرف كويس ممكن تقع بلسانك، بتقول حاجة ما ينفعش تقولها، ممكن حد يوقعك في الكلام، ممكن حد يطلب منك فلوس ما يرجعهاش، ممكن تطلب انت حاجة من حد ما يعملهاش. في ناس فيكو كتير هتسمع عن طاقة حمل قريب من ناحية حد من قرايبها او في بيتكو. خلي بالكو لو انتوا مش عايزين اصلا، او في ناس عايزة، معرفش، بس انا شايفة ان في حاجة في البيت والاسرة محتاجة كده حنكة وانت بتتكلم وانت بتتصرف. وخلي بالك من الحاجات اللي انت عايزها والحاجات اللي انت مش عايزها. شايفة ان في حاجة جوه قلبك كده انت كاتمها بقالك فترة، وشايفة ان انت لو اتكلمت او حد اتكلم قدامك هتنفجر فيه. فخلي بالك، هنرجع تاني نقول، وانت بتتكلم او انت بتتعامل مع اي حد حاول ما تغلطش نفسك، او حاول ما تحطش نفسك في موقف يخليك يتمسك عليك كلام، عشان انا شايفة ان في كلام انت هتقوله صادق جدا يا اما هيخليك واقف مكانك والناس واقفة تسقف لك، يا اما هيوقعك من سابع دور. فخلي بالك، خلي الكلام بحساب. نوصل بقى للطاقة العاطفية. اول طاقة معانا عاطفية بحسب قناة فيفو تارت لأعزائي برج الجوزاء هي طاقة سنجل برج الجوزاء. طاقة سنجل برج الجوزاء بيقول حرر نفسك. طيب هتحرر نفسك من ايه؟ حرر نفسك من مخاوف الارتباط. خليك قوي، الشخص اللي انت بتدور عليه تقريبا في محيطك، بس انت وانت عارفه انت شخص عارفه على فكرة، الشخص اللي في محيطك ده، بس انت المخاوف اللي عندك مخليك ما تشوفش ان ده السول ميت بتاعك. اوكي، انا الابراج اللي قدامي هو تقريبا كل الابراج نارية وترابية ومائية وهوائية، كل الابراج قدامي، بس اللي هما سول ميت هوائية ومائية، هوائية ومائية. النارية والترابية يمكن محتاجين ان انت تقلل مخاوفك شوية من ناحيتهم. طيب نسأل بقى الحاجة التانية او القراءة التانية العاطفية بحسب قناة فيفو تارت لأعزائي برج الجوزاء هي طاقة مرتبطين برج الجوزاء. طاقة مرتبطين برج الجوزاء، لو انت شاكك ان الشخص ده هو الشخص المناسب ليك ولا لأ، فهو الشخص المناسب ليك. طيب ايه الابراج اللي موجودة قدامي؟ ابراج مائية، ابراج هوائية، لأ ابراج هوائية، لأ بالتلاتة يعني. اوكي، هي اكتر الشخصيات اللي هي شاكه، يعني انا مش بتكلم على كل الناس دلوقتي. مين فيكو شاكك في الشخص اللي معاه؟ لو من برج مائي، لو من برج مائي فهو بالتأكيد هو الشخص المناسب ليك. لو انت بقى شاكك في شخص هوائي، الشخص الهوائي ده يا اما تخان، يا اما انت هتخونه، يا اما هو هيخون، في خيانه في الموضوع. اوكي، هتسامحوا بعض عليها، بس في خيانه هتحصل، خيانه بقى، خيانه عهد، خيانه بجد، الله اعلم. بس اللي انا شايفاه ان في جواز هيتاخر شويه كمان مع طاقه ناريه، يعني طاقه هوائيه وطاقه ناريه لسه الكلام فيها شويه. الطاقه المائيه تقريبا هي الحاجه الوحيده، الكارت اللي قدامي الوحيد اللي جاهز للارتباط، او هو ده الشخص اللي انت شاكك فيه. انا بتكلم على الطاقه بتاعه شخص دلوقتي قاعد قدامي بيسال هل الشخص اللي انا مرتبط بيه هو ده الشخص ولا مش هو. خلاص، لو دي مش القصه بتاعتك يبقى ده مش قرايتك. تمام، فعشان محدش يقول ان دي مش هي الطاقه بتاعتك، طبيعي لو هي مش الطاقه بتاعتك
خلاص يعني مش هو ده اللي هيحصل لك، فاهمين قصدي؟ طاقة نارية وطاقة هوائية، لسه الطاقة المائية هي اللي مع الشخص المرتبط ده هي المناسبة للزواج. يعني ممكن انت كنت محتار بين 3 اشخاص، محتار بين شخصين انه واحد هو المناسب ليك، فانا قدامي الطاقة المائية هي اللي كسبانة في الرهون ده. طيب نوصل بقى للطاقة الثالثة العاطفية بحسب قناة فيفو تاروت، هي طاقة مطلقين برج الجوزاء. مطلقين برج الجوزاء في صديق هيتدخل في موضوع، تعالوا نشوف بقى الموضوع ده قديم ولا جديد. مع الشخص القديم، الشخص القديم لو من برج مائي، الشخص ده مش عايز يرجع، او في مشاكل وجعاه، في مشاعر اتكسرت، في حاجات وجعته كده، فهو مش عايز يرجع. وفي شخص من برج ناري، الطاقة بتاعت برج الناري هي اللي هترجع لو انتم مطلقين، لكن الشخص الناري حاليا هو مقموص الحقيقة، مش عايز يرجع. يعني حس ان في حاجة اتكسرت بينك وبينه كده، فحتى اصحابك لو راحوا او هو كان حد اتكلم بينكم انتوا الاتنين يحاول يصلح الكلام، هيبقى سامج كده، مش هينفع. لكن لو طاقة الشخص التاني ده نارية، او الشخص انت متطلق منه ده، او انتوا مطلقين مع بعض، طاقته نارية، في طاقة رجوع حلوة. طب لو انت داخل تسأل على ايه الجديد في حياتك لو انت مطلق برج الجوزاء، حاليا انت شغال، يا اما بتشتغل يا اما هتدور على شغل. يعني حاليا الفترة اللي جاية دي انت هتدور على شغل، اوكي؟ وفي شخص من برج هوائي هترتبط معاه بعلاقة زواج، ده القادم في حياتك الفترة اللي جاية. وشخص كتوم كده، شخص مش بيتكلم كتير، شخص بيعرف يتواصل بس كلامه 1 + 2 = 3، لكن مفيش بقى طب لو ضربناهم، طب لو قسمناهم، عارف انت، هو 1 + 1 = 2 كده يعني، ما عندوش بيتكلمش في كلام اهبل كده يعني. نوصل للطاقة الرابعة العاطفية بحسب قناة فيفو تاروت، هي طاقة منفصلين برج الجوزاء. طاقة منفصلين برج الجوزاء لو بتسأل عن شخص قديم، اوكي، الشخص القديم ده لو من برج ترابي في طاقة رجوع، خلاص طاقة رجوع بس هو ما تغيرش في حاجة. يعني هو لو رجع هيبقى رجع عشان انت اللي عايز ترجعه، لكن الحاجة اللي هو يعني سبته بعد عشانها مفيش حاجة اتغيرت فيها، اوكي. طب لو بتسأل عن ايه الجديد في حياتك، او لو بتسأل عن حد داخل حياتك الفترة اللي جاية، في شخص داخل حياتك بس هو يمكن شخص مغامر شوية، شخص كده هو نفسيا مرتاح للحاجات اللي بيعملها. يعني هو بيحب يجرب كل حاجة في حياته، بيحب يجرب اي حاجة تتحط تحت ايده، او اي حاجة ايده تيجي فيها لازم يجرب فيها. فيعني ايه، يعني هو شغل اشتغل جميع الشغلانات اللي ممكن تتخيلها وممكن ما تتخيلهاش. عايز يسافر بيسافر في اي حتة، عايز ياكل بيجرب بالاكلات اللي ممكنة واللي مش ممكنة. شخص كده بيغامر في كل حاجة، في كل حاجة، ما عندهوش اي مشاكل مع اي حاجة مختلفة في الحياة، بيحب يجرب كل حاجة. فالشخص ده هتتعامل معاه قريب، هتتعرف عليه من برج مائي كمان. طيب اخر طاقة عاطفية معانا بحسب قناة فيفو تارت، هي طاقة متزوجين برج الجوزاء. طاقتكم العاطفية كلها كده محتاجة اعادة نظر الحقيقة، انا بعتذر، بس انتم محتاجين تعيدوا نظركم في العلاقات العاطفية اللي انتم عايشين فيها. شوفوا انتم محتاجين ايه. انا شايفة كل الكروت اللي قدامي ناس مش عاجبها حالها، حاسه ان انتوا مش مرتاحين. كل الطاقات اللي قدامي طاقه شخص مش مرتاح، مش مرتاح ومش مطمن ومش مش عارف. محتاجين تهدوا على نفسكم شويه. طيب طاقه متزوجين برج الجوزاء، طاقه متزوجين برج الجوزاء، اوكي، تمام. الجواز ده
لو مش جواز رسمي هيبقى جواز رسمي. تمام. في ناس يمكن حاسه ان مفيش مشاعر، مفيش حب، مفيش حد بيختارها في كل الاختيارات. وقت ما الشخص التاني حد بيخيره بيختار الحاجة التانية ما بيختاركش، صح؟ طيب الفترة اللي جاية الشخص هيبقى معاك، بس معاك انت بس. يعني لو انت حاسس ان انت اتجوزت كده شخص والسلام، مش مرتاح معاه، مش بيحبك، حاسس ان مفيش بركة في البيت اصلا، حاسس ان مفيش حاجة بتنفع، مفيش حاجة بتكمل، مفيش حاجة نافعة، سفر لا، خروج لا، اي كان ايه الحاجة اللي انت بتحبها، انك تمشي من بيت لبيت لا، شايف ان كل حاجة في حياتك بتترفض، اوكي، شايف ان انت كنت مظلوم في كل الاتجاهات، مفيش حاجة نافعة، مفيش حاجة راضية تحصل، كل الحاجات واقفة، صح؟ انتوا حاسين بكده؟ اللي حاسس بالطاقة دي الشهر الجاي او خلال شهرين شوف انت طلبت ايه وهتلاقيه بيتحقق لوحده.